آية اليوم اللي بتبقى معانا كل يوم الحقيقة بتبقى يعني دقايق ممتعة جدا ان احنا نبتدي بكلمة ربنا في بداية اليوم زي ما حضراتكم كنتوا بتقولونا وكنتوا يعني بتحاولوا انه يبقى آية اليوم موجودة معانا في بداية الحلقة بشكلها الجديد. اعتقد انا يعني شفت كل التعليقات اللي جات لحد دلوقتي تعليقات جميلة، بحب برضو نسمع رأيكم. انا شخصيا لما بسمع الكلمة مركزة ببقى مبسوط جدا. يعني نبتدي مع حضراتكم أخبارنا. وزارة الداخلية تواصل جهودها لمواجهة ظروف الطقس السيء، وزارة الداخلية بتقول إن هي موجودة في أكتر من مكان عشان حالة الطقس في الأيام اللي فاتت، وقامت بمتابعة رفع المياه وإنهاء الاختناقات المرورية اللي سببتها تجمعات مياه الأمطار، كما أجهزة المطافي كمان والدفاع المدني بالمساعدة في كسح المياه. أنا بس دايما بعترض على فكرة الجملة الأخرانية دي، الطقس السيء. ولا طقس سيء ولا حاجة، طقس جميل وحلو والمطرة كانت جميلة، يعني ما حصلش نشكر ربنا سيول ولا مشاكل كبيرة ولا أي حاجة يعني. ويعني كمان معظم الطرق الرئيسية النهاردة بنشوفها بقت مختلفة عن السنين اللي فاتت. لو تفتكروا من سنتين لما صلاح سالم ده المية نزلت في النفق والناس ما روحتش البيت، النهاردة ما بقاش فيه النفق ده أصلا يعني، فبقت الدنيا في أكتر من طريق، لا الدنيا بقت لطيفة وحلوة. أنا طبعا في أماكن بتبقى صعبة جدا وبتبقى يعني المية للركب، وأهو زي ما احنا شايفين قدامنا، ويمكن اسكندرية كمان بتبقى كده، وفي كمان أماكن بتبقى طين جدا، لكن مش طقس سيء يعني. الطقس أعتقد يعني ده في الشتاء، احنا ابتدينا الشتاء وأمطار عادية، مش أمطار اللي هي فيها مشاكل أو يعني تعمل مشاكل كبيرة يعني. المشكلة مش في المطر ان هي ولا الطقس سيء، المشكلة في الأماكن اللي ما فيهاش استعدادات للتعامل مع المواقف اللي زي دي، زي الشارع اللي حضراتكم شايفينها كده. دي بقى لا بتسمح حد يعدي الشارع ولا يتعامل ولا يروح شغل ولا مدرسة ولا أي حاجة. طبعا المشكلة فين؟ في ما هو أنا يعني هي فكرة بس ان يكون عندي أنا عارف، ما استناش ان ده لما يحصل. أيوة. ما استناش ده. المشكلة في قلة الضمير. يعني ايه قلة الضمير؟ أنت حي أكيد أكيد عندك بلعات، وأكيد عندك عارف يعني إيه تطهير بلعات قبل فصل الشتاء، وعارف يعني إيه تفتح البلعات قبل فصل الشتاء. ما بيعملش ده، يبتدي يفتح البلعات إمتى؟ دي المطرة نزلت. طب ما المطرة ده إحنا هم قايلين الناس من الأسبوع اللي فات إن هيبقى فيه أمطار شديد. أنت كنت فين؟ يقول لك ما كنتش فاضي، كان بيشرب شاي في حتة تاني. فالقصة إيه؟ القصة إن لما بيبقى فيه الحي مهتم، فحتى لو في مطر غزير لا الدنيا بتمشي، بدليل ان اسكندريه المطر السنه دي غير ابدا السنين اللي فاتت كلها. بالظبط، احنا لسه في بدايه فصل الشتاء، والايام اللي جايه والشهور اللي جايه ده ممكن يتكرر تاني وتالت ورابع. نفسنا مش بس الشوارع الرئيسيه هي اللي تكون على هبه الاستعداد ان ما يحصلش فيها ازمه، لكن كل الشوارع. انا بقول كل الشوارع، خصوصا المناطق الصعبه اللي ما حدش يعرف يدخل فيها بقى، وبعدين ندور على عربيات الشفط ايه والبلعات ايه بعد ما الازمه تحصل. فأنا بتمنى يكون في اهتمام وتركيز أكتر من قبل الأحياء. نكمل معاكم أخبارنا وهنروح لأخبار المصريين بالخارج. التنمية بقى المحلية والاستراتيجية للتطوير والتنمية اللي بتحصل في مصر مهمة جدا، كمان التواصل والاستفادة من خبرات المصريين في الخارج، واللي فيه منهم الحقيقة كوادر كبيرة جدا وعلى درجة من العلم ومن الثقافة ومن الخبرة اللي ممكن أنها تفيد في عملية التنمية اللي بتحصل في مصر، وده اللي حصل باستراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين بالخارج واللي قامت بيها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كمان بالتعاون مع الجاليات المصرية والعديد من المؤسسات في الخارج. شوف تفاصيل أكتر من خلال التقرير التالي ونرجع نكمل معاكم أخبارنا.
في إطار مشروع مبادرات من أجل التنمية المحلية في مصر بدعم من المصريين في الخارج، قامت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتنظيم حفل إطلاق استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج، وحضر الحفل وزراء الهجرة والسياحة والتعليم. والحقيقة أنه من 2015 وزارة الهجرة اشتغلت على الثلاث محاور دول، ولكن بتطور الحقيقة النظام الدولي بكل التداعيات اللي موجودة فيه بجائحة كورونا، كان لابد أيضا من تطوير سبل التواصل مع المصريين في الخارج. كنت لسه بتكلم في الصالون مع دكتور سامي عبد العزيز، وكنا بنتكلم ازاي انه اسلوب التواصل مع المصري في الخارج مهم جدا جدا ان احنا نطوره وان احنا نفهمه، ان احنا اولا مش بس مجرد ان احنا بنربطهم بالوطن الام، ولكن ايضا بنشجعهم وبنحفزهم على المشاركة فيما يعرف بجهود التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ان المصريين في الخارج يشاركوا في تنمية بلدهم، يشاركوا في التنمية المجتمعية في القطاعات المهمة، التعليم والصحة والمواصلات، فهي استراتيجية شاملة طبعا محتاجة وقت طويل ان انا اتحدث عنها يعني ككل، ولكن في النهاية هدف الاستراتيجية هو تقديمها للوزارة انها تساعدها في خطة عملها ان شاء الله فيما تتصل بالجمهورية الجديدة وتطوير عمل الوزارة والاستفادة من ابناء مصر في الخارج سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا في مختلف المجالات. تضمن الحفل عدد من الجلسات، منها عرض تقديمي للاستراتيجية اللي قدمها دكتور مارتن راسل الخبير الدولي. الاستراتيجية بتحتوي على أساليب جديدة مختلفة للتواصل مع المصريين في الخارج وإدماجهم في عملية التنمية اللي بتتم على أرض مصر، عشان يفضلوا دايماً على اتصال مستمر بوطنهم الأم وتكون ليهم مشاركات فعالة في المجتمع المصري. الخبر اللي معانا دلوقتي يهم ناس كتير. بعد ما أعلنت وزارة الصحة المصرية تطعيم من بدء سن 15 سنة، تعلن بدء تطعيم الأقل من 18 سنة بلقاح كورونا حتى 15 عاما، من بداية من سن 15 سنة نقدر يبقى فيه تطعيم. ويمكن الكلام ده كان خد جدل كتير قبل كده. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا من أوائل البلاد اللي طبقت هذه النظرية على الأطفال، وأعتقد كمان إن هي نزلت بالسن لأقل من 15 سنة. موضوع مهم محتاجين نعرف عنه تفاصيل أكتر. اسمحوا لنا نرحب عبر الهاتف بالأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية. أهلا بك يا دكتور. صباح الخير فندم، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام. اهلا يا دكتور. وعايز ابتدي مع حضرتك بالتطعيم من سن 15 سنه، ومن امتى هيبدا، وازاي هنوصل للشريحه المستهدفه من سن 15 سنه؟ يعني هو بدا فعليا منذ ان اعلن السيد الوزير عقب جلسه مجلس الوزراء قبل الماضيه بانه تم فتح موقع التسجيل الالكتروني للقاحات لسن من 15 سنة فصاعدا، وهناك مراكز بالنسبة للجامعات تحديدا، هناك في مراكز التلقيح الجامعات اللي هي فوق 61 مركز، أيضا تم توفير الجرعات الكافية لطلاب الجامعات أقل من المرحلة العمرية 18 سنة ليتلقوا التلقيح. وبدأ فعليا، يعني احنا عندنا تم تلقيح أعداد كبيرة في الجامعات في هذا السن، وأيضا فتحنا الموقع للتسجيل لكل من يرغب من سن 15 فصاعدا أنه يقدر يسجل ويروح لمراكز تلقي اللقاحات اللي هي أكثر من 2000 مركز منتشرين على مستوى الجمهورية يمكن التلقيح من خلالهم فعليا. دكتور حسام، حابين برضو ان حضرتك تطمن دلوقتي الشباب واولياء الامور من فكره الامان من اللقاحات على الاعمار اللي هي من اول 15 سنه، وهل في انواع معينه هي اللي تناسب الاعمار دي عن غيرها من انواع اللقاحات، ولا الكل في امان وفعاليه للشباب؟ يعني حضرتك يعني لعل اكثر ما يؤكد ان الدوله المصريه لا تتحرك إلا وفق شروط مأمونية صحية عالية جدا للقاحات أو الأدوية المستخدمة، إن إحنا بنتكلم النهاردة
بعد عن تطعيم الشباب من سن 15، مع انه برنامج التلقيح في مصر بدا منذ فتره ليست بالقصيره، فده معناه ان احنا ما بناخدش قرار الا بعد ان نتاكد من المامونيه، لانه وبالتالي كنا مؤجلين هذه المرحله العمريه حتى سنتاكد تماما من مامونيه اللقاحات المستخدمه في المرحله العمريه دي. مجرد ما الابحاث والدراسات سواء التي تجرى على مستوى العالم او بنجريها احنا في مراكز الابحاث المصريه بتؤكد لنا المامونيه والفاعليه، بتبدا الدوله تتخذ خطوات تنفيذيه. فده اكبر دليل على ما هو هذا الوقت الفارق الزمني ما بين الموافقه على التلقيح لسن فوق ال 18 ثم النزول به بعد فتره زمنيه تاكدنا فيها من المامونيه والفاعليه. دي اول، ده اجابه على سؤالك بالنسبه الاولاني وهو مدى المامونيه. هل هناك انواع لقاحات معينه؟ نعم، ما تم التصريح به هو لقاح فايزر، ده اللي بيتم استخدامه للمرحله العمريه من 15 سنه وصاعد. تمام. احنا بنشكرك جدا يا دكتور على كل المعلومات القيمه. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه المصريه، الف شكر. شكرا لك دكتور حسام. نكمل معاكم اخبار وزاره الصحه، وزي ما حضراتكم عارفين قرارات الحكومه بمنع دخول الموظفين او المواطنين المترددين على اي منشاه حكوميه لاي مصلحه حضرتك رايح تعملها، او حتى الطلبه في الجامعات بدون ما يكون في الشهاده ان حضرتك اخذت اللقاح او اعمل لنا بي سي ار يقول ان النتيجه بتاعتك سلبيه، غير كده مش هتقدر انك تدخل من غير الكارت. احنا يعني عندنا تقرير في آراء المواطنين عن القرار ده وعن تطبيقه، نشوفه ونرجع نكمل أخبار. طبعا هو قرار صحيح ان لازم كل ياخد اللقاح عشان يخش كل المنشآت الحكومية او غير المنشآت الحكومية كمان. يعني هو قرار يعني موافقه عليه، ايوه، لان يعني المفروض ان احنا بنخاف على اللي حوالينا، فدي حاجه كويسه يعني. ايوه ده طبعا لازم يحصل عشان حتى ما حدش، احنا بنخاف على اهالينا، فاهماني؟ فلازم يتم اصلا. بس هو قرار حلو بنسبه كبيره، لان هو اصلا عشان التعدي كمان العدوى وما تتنقلش والناس كلها تاخد اللقاح وما فيهاش اي مشكله، هي حاجه جميله جدا حاجه زي كده يعني. وخطوه كبيره ان ناس كتير قوي كانت كسوله في ان هي تاخد حاجه زي كده، فان احنا نجبر الناس بقى ان هي تاخده وخلاص، يبقى هي ان شاء الله هتاخده يعني. هي قرار حلو الصراحه، جميل. هو حلو عشان يمنع التعدي، يمنع انتشار العدوى، وان ما ينفعش يعني انا ممكن ما اخدش اللقاح وعدي حد واتصاب بذنبه انا، فهو قرار صائب يعني. ما اتمنعتش ان انا ادخل علشان انا واخد اللقاح؟ لا، لان انا خدت اللقاح. هو انا لسه، بس انا لسه يعني لازم انزل اخده عشان لسه هعمل اوراق، لان لسه خريجه جديده، فلسه الاوراق بتاعتي لسه ما تمتش، لكن لحد الان لسه ما تمش منعي ان انا ادخل، بس هنزل ان شاء الله باذن الله اخده. وكالعادة بنتابع أخبار الوزارات، ومن أهم الوزارات اللي بتهم الأسر المصرية هي وزارة التربية والتعليم. ومن وقت للتاني معرفش إيه موضوع الإشاعات اللي بيظهر من وقت للتاني، والناس بتكتب أي حاجة في أي حاجة وخلاص، وإحنا بدورنا بنعمل شير وشارك وقول يا معلم وبيقولوا وبيعملوا بتاع. فأنا بحترم جدا فكرة أن الوزارة أو الحكومة نفسها بتنفي بعض الأخبار. فالحكومة بتنفي إجراء امتحانات أولى وتانية ثانوي للفصل الدراسي الأول من المنزل، ويمتحنوا ليه يعني في المنزل؟ يعني إيه الداعي أن يخلي الطالب يمتحن في المنزل؟ وأنا معرفش مين اللي بيخرج الإشاعات دي من وقت للتاني. يعني بتبقى حاجات صعبة جدا، أن فكرة أن أنت تخترع حاجة وتخلي الناس يقعدوا يضيعوا من وقتهم أن هم يردوا على الشائعة. فطبعا دي إشاعة، ما فيش حاجة اسمها كده، وامتحانات الطلاب هتفضل في المدرسة. وبنأكد تاني برضو الشائعات بتاعت الأسبوع اللي فات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ما فيش مدارس هتتقفل، ما فيش مشاكل لسه عندنا، إن شاء الله ما يبقاش في مشاكل، والدنيا ماشية 100 فل و14. في إصابات بتزيد، في إصابات بتزيد، ما قلناش حاجة، بس إحنا عندنا إن السادة المدرسين كلهم متطعمين، ويعني في احتياطات في المدارس على قد ما الناس تقدر. طبعا في مدارس بتبقى زحمة جدا والفصل فيه 70 و80 طالب، فإحنا ده رصدينه يعني، مش ما بنشوفش، لا بنشوف وعارفين وعندنا مشكلة. بس فكرة إن أنت تغلق المدارس
المدارس والولاد يقعدوا يرجعوا تاني في البيت، واذا كان في مدرسه خاصه او مدرسه لغات انت بتدفع فلوس كتيره، فبالتالي هو بيعمل لك اونلاين في البيت، فبتاع المدرسه الحكومه لا هيعمل لك اونلاين ولا هيعمل لك حاجه، فبالتالي الطالب ما بيستفدش باي حاجه. وفي سنتين انا باكد تاني، والكلام ده يعني على عهدتي انا الشخصيه، ان انا باكد ان السنتين اللي فاتوا راحوا من العيال كيدز، خاصه اللي في المدرسه الحكومه. قول لي استفاد ايه؟ تقول لي ما هو نجح ماشي، ما قلناش حاجه، لكن في نفس الوقت مهم جدا 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 فكره حضور الطالب، فدي حاجه مهمه جدا جدا، ومفيش اي مشاكل ومفيش حاجه اسمها امتحانات في البيت. ولاننا في فتره الشتاء وزياده الاعداد والاصابات، ممكن يكون في دراسه مش لان المدارس تتقفل، لكن المدارس الحكومه اللي الفصل فيها ممكن يبقى 70 طالب، يعني لو الاسبوع اتقسم بس نصين، راح 35 راح 35، فدي يبقى الولاد هنا بيستفادوا هنا بيستفادوا، قللنا الاعداد وقللنا الكثافه. اتمنى لو لكن ما نتمناش يقفل، لا خالص، عشان الناس الولاد يستفيدوا، فممكن في حلول كتير بدايل نقدر اننا نحطها. نروح بقى لحاله المرور والشوارع والازدحام، وهل لغايه دلوقتي لسه في شوارع مثلا متاثره او مناطق بالامطار ولا لا؟ زميلنا استاذ محمد صابر محرر شؤون المرور بالاذاعه المصريه نعرف منه ايه الاخبار النهارده. صباح الفل يا استاذ محمد. صباح الفل يا استاذ هبه، صباح الفل يا استاذ اسحاق، اهلا بحضراتكم واهلا بالساده المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك، ويعني كالعاده طبعا النشره المروريه النهارده، ايه الاخبار بتاعه الشوارع اول الاسبوع، الازدحام، وهل في اي تاثير للامطار اللي كانت اليومين دول اللي فاتوا دول، ولا تم التعامل مع كل المناطق؟ احنا طبعا في البدايه برضو بننوه من خلال البرنامج وللساده المواطنين ان احنا بالفعل طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان في عندنا تقلبات في الاحوال الجويه، وبالتالي في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه لهطول او اثناء هطول الامطار او اثناء التقلبات الجويه والتعامل الفوري معها. عايز اقول لحضراتكم ان الاداره العامه للمرور وجهت بنشر كافه الخدمات على كافه المحاور لاستعدادا للتقلبات الجوية، وتم تفعيل خط الإغاثة الساخن اللي هو 012-23-4-0 012-23-4-0. إدارات المرور المختلفة نسقت مع كافة المحافظات لتجهيز سيارات شفط المياه لتسهيل وتسيير الحركة المرورية في الأماكن التي ظهرت فيها بعض تجمعات المياه وتراكمات المياه أثناء هطولها، وتم الدفع بعدد من سيارات الإغاثة والأقوال الأمنية مع الإخطار المستمر على مدار الساعة مع غرفة العمليات، وبيتم الدفع على كافة المحاور بكافة الخدمات المرورية تحسبا لوجود هطول أمطار أو تحسبا لاستعدادات للتقلبات الجوية. النهارده ما زالت حتى الان الحركه المروريه بصفه عامه بتقابلنا بعض الاحجام اللي تعتبر مرتفعه معانا نسبيا، زي ما احنا عارفين ان النهارده يوم بدء فعل الحركه المروريه على معظم المحاور. محافظه الاسكندريه الاحجام بتشهد فيها النهارده بعض الكثافات المرتفعه معانا في كورنيش النيل عند منطقه كوبري ستانلي، وبعض الاحجام اللي ظهرت في مخرج طريق اسكندريه الصحراوي عند منطقه ابيس، وبعض الشيء في محور فيكتور امانويل المتجه الى مناطق ابو قير ومنطقه كفر عبد وميدان الوزاره. بالنسبه لباقي المحافظات الوجه البحري والابي والطرق المؤديه اليهم، ما زالت حتى الان الحركه المروريه فيها مرضيه تماما. قطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاهره الكبرى هتقابلنا فقط لغير بعض الاحجام اعلى الدائري، اعلى مناطق ارض اللواء المتجه لمحور 26 يوليو، وبعض الشيء اعلى منطقه الكنيسه والمنيب واعلى مناطق البساتين، ده نتيجه الاعمال. بالنسبه لمحور 26 يوليو الاحجام اعلى شارع السودان تحديدا اللي جاي من مناطق ناهيه ونازل على مناطق لبنان ومتجه لمحافظه الجيزه، محور رود الفرج افضل حالا. محافظه الجيزه كافه محاورها الداخلية ما زالت بتشهد انفراجة وانسيابة مرورية عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة اللي رايح مناطق فيصل أو اللي جاي من مناطق فيصل ومتجه إلى مناطق الدقي، هيفضل سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة. بالنسبة لمحافظة القاهرة هنتجنب النهاردة كورنيش النيل بعض الأحجام المرتفعة معانا، وخاصة اللي جاي من معادي وحلوان ومتجه لمناطق الملك الصالح والقصر العيني، هيفضل سلوك محور أوتوستراد أفضل حالا. بعض الشيء أيضا في مطلع كوبري العروبة اللي جاي
دلوقتي من مناطق الفردوس ومتجه لمناطق صلاح سالم والجهاز المركزي للمحاسبات، هيفضل سلوك محور النصر افضل حالا. كذلك اعلى كوبري الحدايق اللي جاي من سكه الويل والزاويه ونازل على مناطق مدينه نصر بعض الشيء، نسلك النهارده المسطح الارضي شارع مصر والسودان، وهتقابلنا بعض الشيء ايضا في مطلع كوبري الحلميه اللي جاي من ميدان المطريه ومحور الفريق العصار ومتجه لمناطق التجنيد ومصر الجديده. عشان كده بيفضل سلوك كوبري سرايا القبه افضل حالا. باقي الكباري اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه وجميع الانفاق ما زالت حتى الان متوسطه، ما بننصحش بتغيير اي مسارات سوى الاماكن اللي ذكرناها للساده المشاهدين الكرام. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد صابر محرر الشؤون المروريه بالاذاعه المصريه. شكرا جدا، ودي كانت اخبارنا النهارده. هنخرج لفاصل قصير ولسه معانا فقرتين مهمين جدا، بدعوكم ان انتم تتابعونا، خليكم معانا.